عليكم ورحمة الله وبركاته. طلابنا الأعزاء، ننتقل إلى جزءنا الثاني من درس حل أنظمة المتباينات الخطية بيانياً والمقرر في ريض 152 للصف الأول ثانوي. أهدافنا لدرسنا لليوم هدفان. الهدف الأول أن نمثل نظاماً من المتباينات من مسألة لفظية، أما الهدف الثاني أن نوجد رؤوس منطقة الحل المحتملة لنظام المتباينات. في الهدف الأول نرى سؤال مسألة لفظية. تقول المسألة: خرج حسن وبدر في رحلة زيارة بعض دول مجلس التعاون الخليجي براً، فتناوبا على قيادة السيارة إذا كانت فترات قيادة حسن للسيارة على نحو متواصل في اليوم لا تقل عن 4 ساعات ولا تزيد عن 8 ساعات، وكانت فترات قيادة بدر للسيارة على نحو متواصل في اليوم لا تقل عن 2 ساعة ولا تزيد عن 5 ساعات، وكان إجمالي قيادة كليهما يوميا لا تزيد على 10 ساعات، فاكتب نظام متباينات خطية يمثل هذا الموقف ثم مثله بيانيا. في البداية يجب أن نفرض عدد ساعات بدر وعدد ساعات حسن، لكل منهما سنعطيه رمزا. نفرض أن عدد ساعات قيادة حسن X وعدد ساعات قيادة بدر Y. عندما نتكلم عن قيادة حسن فإحنا نعرف أن الساعات بين 4 و8 ساعات، فتكون المتباينة X أكبر من أو تساوي 4، X أصغر من أو تساوي 8. نمثل المتباينة. لو نلاحظ أن المتباينة عبارة عن رقمان، نذهب إلى X بـ4 ونرسم خط متصل، ثم عند X بـ8 ونرسم خط متصل آخر. بما أن عدد الساعات بين 4 و8 فمنطقة الحل ستكون في الوسط بينهما، لكن بما أن هي مسألة لفظية فعدد الساعات من المستحيل أن يكون سالبا، فحلي سيكون في الربع الأول فقط، وهذا هو التضليل. أما الخطوة الثانية فنمثل المتباينة عدد ساعات قيادة بدر والمتمثلة بالواي، فتكون بين 2 و5، فنقول واي أكبر من أو تساوي 2، واي أصغر من أو تساوي 5. نرسم خط متصل عند الواي بـ2، ثم نرسم خط متصل عند الواي بـ5. نظلل منطقة الحل التي ستكون بينهما، ونتذكر الملاحظة بأن التمثيل فقط في الربع الأول. الخطوة الثالثة والتي تتعلق بعدد ساعات سياقة حسن وعدد قيادة بدر، والتي يجب أن لا تزيد عن 10 ساعات، فنقول X زائد الواي أصغر من أو تساوي 10. الآن بما أن لدينا متغيران، متغير الإكس ومتغير الواي، فيجب أن نكتب في البداية معادلة حد المتباينة إكس زائد الواي تساوي 10، ثم نرسم الجدول. نعوض مرة عندما إكس تساوي 0، فنقول 0 زائد الواي تساوي 10، إذن الواي تساوي 10، نكتبها في الجدول. نمثل النقطة 0 و10، ثم ننتقل عندما y تساوي 0 فنقول x زائد 0 تساوي 10، إذن الx تساوي 10، نكتبها في الجدول، ثم نمثل النقطة 10 و0 بيانيا. نرسم خط متصل بين النقطتين، ونتذكر أيضا أننا يجب أن نكون في الربع الأول فقط، فتصبح لدينا قطعة مستقيمة.
الآن نتحقق من منطقة الحل فنعوض بالنقطة 0 و 0 في المتباينة x زائد y أصغر من أو تساوي 10. فهل 0 زائد 0 أصغر من أو تساوي 10؟ هل 0 أصغر من أو تساوي 10؟ نعم، إذا نظلل المنطقة التي تحتوي على النقطة 0 و 0. الآن يجب أن نحدد المنطقة الحل المشتركة والتي ستكون في هذه الحالة هنا باللون البنفسجي. ننتقل إلى سؤالنا التالي، يقول: خصصت ليلى مبلغاً لا يتجاوز 35 دينار لشراء نوعين من الأقلام، يباع النوع الأول في رزم تضم الواحدة منها 10 أقلام وثمنها 3 دينار ونصف، ويباع الثاني في رزم تضم الواحدة منها 8 أقلام وثمنها 5 دينار. إذا أرادت ليلى شراء 40 قلماً على الأقل من كلا النوعين، مثل بيانياً نظام المتباينات الذي يبين عدد الرزم الذي يمكن شراءها من كلا النوعين. نلاحظ الآن أن لدينا نوعان من الأقلام، فنفرض أن عدد الأقلام من النوع الأول X وعدد الأقلام من النوع الثاني Y. في الخطوة الأولى نمثل المتباينة الأولى حسب السعر، فنقول 3.5 من X زائد 5 من Y يجب أن يكون أصغر من أو يساوي السعر. كم لدي من المال؟ 35 دينار، فتكون المتباينة 3.5 X زائد 5 Y أصغر من أو تساوي 35. نحول المتباينة إلى معادلة ثم نعوض مرة عندما الإكس بصفر فتكون قيمة الواي بخمسة، نضعها في الجدول ونمثلها بيانيا بالنقطة صفر وخمسة. الآن ننتقل إلى عندما واي تساوي صفر فتكون الإكس تساوي 10، ونضعها في الرسم البياني ثم نصل بين النقطتين بخط متصل. نحدد منطقة الحل بالتعويض بالنقطة صفر وصفر فيكون التضليل تجاهها. في الخطوة التالية نمثل المتباينة حسب عدد أقلام الرزمة، فنقول 10 X زائد 8 Y أكبر من أو تساوي 40. معادلة حد المتباينة 10 X زائد 8 Y تساوي 40. نعوض مرة عندما X بصفر فتكون ال Y تساوي 5، فنضعها في الجدول ثم نمثلها بيانيا. ننتقل عندما Y تساوي 0 فتكون ال X تساوي 4، نضعها في الجدول ثم نمثلها بيانيا. نتحقق من منطقة الحل بالتعويض بصفر وصفر في المتباينة، فنرى أنها الصفر ليست أكبر من أو تساوي 40، إذا نظلل المنطقة التي لا تحتوي على صفر وصفر، ونرى أن لدينا أصبحت منطقة حل مشتركة كما في الشكل المجاور. ننتقل الآن إلى هدفنا الثاني وهو إيجاد رؤوس منطقة الحل. يقول السؤال: مثل بيانياً المتباينة X أكبر من أو تساوي 0، Y أكبر من أو تساوي 0، X زائد 2 Y أصغر من 4. الخطوة الأولى نمثل المتباينة X أكبر من أو تساوي 0 فنرسم خط متصل عند الإكس بصفر. نظل منطقة الحل التي ستكون لليمين لأن لدينا إكس أكبر من صفر. الخطوة الثانية نمثل المتباينة واي أكبر من أو تساوي صفر بخط متصل أيضاً.
لأن لدينا إشارة التساوي، نحدد منطقة الحل والتي ستكون لأعلى. ننتقل إلى المتباينة الثالثة، x زائد 2y أصغر من 4. نحول المتباينة إلى معادلة حد المتباينة، فنقول x زائد 2y تساوي 4. نعوض في الجدول عندما x بصفر والy بصفر، فنقول عندما x تساوي 0 الy تساوي 2. نعوض عندما x تساوي 0 فتكون قيمة الy تساوي 2. نعوضها في الجدول ثم نرسم النقطة 0 و 2. ننتقل عندما y تساوي 0 فتكون x تساوي 4، نعوضها في الجدول ثم نمثل النقطة 4 و 0. نرسم مستقيم متقطع لأن ليس لدينا إشارة المساواة ليصل بين النقطتين، ثم نظلل منطقة الحل. نتحقق من منطقة الحل بالتعويض بالنقطة 0 و 0 في المتباينة، فنقول هل الصفر أصغر من 4؟ نعم، إذا نظلل المنطقة التي تحتوي على النقطة 0 و 0. أصبحت لدينا الآن منطقة حل مشتركة تمثل شكل المثلث. علينا الآن في هذا الهدف أن نحدد رؤوس منطقة الحل. للمثلث ثلاثة رؤوس يجب أن نراها من الرسم البياني. الرأس الأول 0 و 0، أما الرأس الثاني 4 و 0، الرأس الثالث 0 و 2. إذن هذه رؤوس منطقة الحل لدينا. ننتقل الآن إلى سؤالنا التالي الذي يقول مثل بيانيا المتباينة y أكبر من أو تساوي 1 ناقص x، y أصغر من أو تساوي x ناقص الواحد، x أصغر من أو تساوي 3. الخطوة الأولى نمثل المتباينة y أكبر من أو تساوي 1 ناقص x. نكتب معادلة حد المتباينة y تساوي 1 ناقص x. نرسم الجدول، نعوض مرة بإكس بصفر فتكون الواي تساوي 1، ومرة نعوض بالواي بصفر فتكون الإكس تساوي 1 أيضا. نمثلهم بيانيا ثم نرسم خط مستقيم ويكون متصل يصل بين النقطتين. نحدد منطقة الحل بالتحقق وتصبح هذه منطقة الحل لدينا. يمكنك التحقق باستخدام النقطة 0 و 0، وهذا هو الرسم البياني الذي سيكون لديك. الخطوة الثانية نمثل المتباينة y أصغر من أو تساوي x ناقص الواحد. نكتب معادلة حد المتباينة y تساوي x ناقص الواحد. نعوض مرة بإكس بصفر ومرة بالواي بصفر، فعندما تكون الإكس بصفر فالواي تساوي سالب الواحد. نرسمها بيانيا صفر وسالب واحد، ثم نعوض بالواي بصفر فتكون قيمة الإكس بواحد، فنضع النقطة واحد وصفر. نرسم الخط المتصل ثم نحدد منطقة الحل. يمكنك التعويض بالنقطة 0 و 0 والتحقق من منطقة الحل، فتصبح لدينا كما في التمثيل المجاور. في الخطوة الثالثة نمثل المتباينة الأخيرة وهي x أصغر من أو تساوي 3، فنرسم خط مستقيم متصل عند الرقم 3. بما أن هي أصغر من أو تساوي 3 فيكون التضليل جهة اليسار. تكونت لدينا منطقة حل مشتركة مكونة بالمثلث. يجب الآن أن نحدد رؤوس منطقة الحل فتكون كالتالي: النقطة الأولى 1 و 0، النقطة الثانية 3 و سالب 2، النقطة الثالثة 3 و
2. وشكرا لحسن استماعكم، ونرجو لكم النجاح والتوفيق.